أشرقت شمسة بروحي. أعزائي المشاهدين، الأهل والأحباب من الكويت وكل من يشاهدنا، نحييكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامج شراقة الكويت. أنا عادل الشمري من الكويت ومعي زوجتي الحبيبة ليلى الشمري. اليوم راح نسمع اختبار أم أحمد. خلونا نشوف مع بعض هذا الفيديو ونركز شلون أم أحمد اللي قلت لكم في الحلقة اللي طافت شلون في اختبارها شلون كانت صعبة جدا، ولكن الله في الكتاب المقدس يقول إن الله يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه أمر. خلونا نشوف الفيديو مع بعض. أنا ليلى من الكويت، عشت في عائلة مسلمة، من عائلة كبيرة طبعا، من أمي بس 9 عيال، 5 بنات وأربع صبيان. طبعا بعد ما توفت أمي وأبوي تزوج حريم 2 وخلف من الأولى أطفال 2، ومن المرته الثانيه خلف 2 فصاروا 5، يعني كنا على بعض 14 شخص او ولد. توفت امي وانا صغيره، لكن اختي علمتني الصلاه وانا عمري 7 سنين، وصليت وصمت وانا عمري 7 سنين. وطبعا ذاك الوقت كان صعب جدا ان اصوم هذا العمر، لكن كنت ابي ارضي الله بكل طريقه. فكان صعب الصيام شهر رمضان طبعا بالكامل كنت أصومه، وكان صعب صعب جدا بالحر وحر الكويت، فكان جدا صعب علي. فأبوي كان يحبنا ويحب عائلتنا، بس كان عند بشوف الفرق أنا بين البنت وبين البنات وبين إخواني، فكونت هذه الصورة، صورة الله أنه يفرق بين الولد وبين البنت. فنفس الشيء العائلة، أبوي، المجتمع بتفرق بين المرأة وبين الرجل. فكان عندي كراهية لله، مع أن عندي كان عندي خوف من الله، ليش خلقتني بنت؟ ليش ما خلقتني ولد؟ عشان تكون عندي الحرية مثل ما تكون عند حرية الولد. فعندي تساؤلات، ليش الفرق هذا؟ ليش الفرق هذا؟ لكن ما في جواب. كنت بصلي وصوم وأبي أرضى الله بكل طريقة، عشان الله ممكن تكون عندي حسنات أكثر، ممكن الله يرضى عني، ممكن. فعشت هذا الشيء. بال91 طبعا بدأت الحرب العراقية، العراق غزا الكويت، وكان بيقولون بالرادو ان الحرب بربري، حرب بربري او غزو بربري. فاحنا ما احنا كنا فاهمين شنو الغزو البربري هذا. بعدين فهمنا ان العراق دخل على الكويت وصار الغزو. فحاولنا ما نطلع من الكويت، حاولنا نعيش بالكويت، لكن شفنا الناس تنذبح بكل مكان، فاضطرينا نطلع من الكويت. وطبعا رحنا على بلد وبلد ثانية وبلد ثالثة، في الأخير طبعا وصلنا للأردن وحاولنا نعيش، لكن كانت العيشة صعبة. زوجي ما خلى شغله ما اشتغلها عشان يجيبنا لقمة العيش، وولدنا لازم أحمد طبعا لازم يدخل المدرسة، وكان ذاك الوقت ممنوع دخول الأجانب للمدارس الحكومية، وما كان عندنا الإمكانية أن ندخل مدارس خاصة. ففي أخت عراقية قالت لنا على كنيسة يدرسون العيال فيها. فلما قالت لنا فزوجي زعل، قال أنا دارس الشريعة الإسلامية، أنا بروح للكنيسة هذول الكفار طبعا صعب علي. لكن الحاجة اضطرتنا أن نروح، فرحنا للكنيسة، رحبوا فينا بأحسن ترحيب وحبونا حتى ولو إحنا كنا من غير دين.
وأنا كنت محجبة وعادل لابس الملابس الخليجية العقال والقطرة وسجلوا ولدنا. فقلنا لهم شرط واحد إن ولدنا يدرس عندكم لكن حصة الدين دينكم لازم يطلع من الصف. فبعد فترة عرفنا أن ولدنا ما يطلع من الصف، كان يبي يظل ويسمع دروسهم الدينية. بعد ثلاثة أيام قالوا لنا في اجتماع. فإحنا كل فكرنا أن اجتماع الآباء، فقلنا طبعا لازم نروح الاجتماع. فرحنا للكنيسة وقعدنا بالصف الأخير وصاروا يرلمون ويوعظ القسيس، وحنا قلنا مسوينا حفلة، يمكن حفلة هذي مسوينها عشان اجتماع الآباء أو شيء. فبعدين لما القسيس قال يسوع المسيح، ويسوع المسيح مات علشاننا ويرفع خطايانا وهو ابن الله، فقلنا هذولا مجانين شو قاعد يقولون. بعدين ما تكلموا عن العيال، فقلت للعادل هذولا مساكين يمكن هي هاي طريقة عبادتهم. فقال أوكي حنا راح نروح لهم ونقولهم على الإسلام، لأن هذولا حرام يروحون الجهنم، مساكين طيبين يحبون وحبون يساعدون. فقلت له طبعا أوكي أنت دارس الشريعة فأنا شجعك ونروح مع بعض، ودائما نروح الاجتماعاتهم عشان نسويهم مسلمين. فصرنا نحضر كل مرة اجتماع، لكن أنا ما كنت فاهمة ولا شيء من عندهم، لأن رايحة هدف واحد أنا أغيرهم. لكن بذاك الوقت كان زوجي يسمع، ويوم من الأيام أنا ما رحت معاه، وزوجي جاب الكتاب المقدس للبيت. فقلت له شنو هالكتاب؟ قال يعني الكتاب المقدس. قلت له ليش جاب الكتاب المقدس؟ هذا لعنة في البيت تكون، والكتاب هم محرف أنا سمعت عنه، فليش جاب الكتاب؟ قال أوكي لحظة بس أنا أبي أطلع الأغلاط اللي في الكتاب المقدس عشان أناقشهم، عشان إحنا بنغيرهم المسلمين، فخليني أقرأ فيه وطلع الأغلاط. فقبلت هذا الشيء، لكن كان عندي مرارة، ما أنا حابة الكتاب المقدس يكون في بيتي، مثل ما قلت يعني يكون لعنة في البيت. فزوجي الكلمة صارت تعامل معه، وقارن بين الكتاب المقدس والقرآن وشاف الحقيقة بالكتاب المقدس. وطبعا عن طريق معجزات وعن طريق الكلمة الرب تعامل مع عادل. ويوم من الأيام يانو قال لي أنا قبلت الرب يسوع، سلمت حياتي للرب يسوع. طبعا أنا انجنيت، قلت له أنت مو زوجي، أنت كافر، وإحنا رحنا عشان نغيرهم، أنت لعبوا بعقلك وغيروك، وليش ضحكوا عليك؟ أنت دارس الشريعة الإسلامية، المفروض تعرف هذا الشيء، ليش أنت ضحكوا على عقلك؟ فصرت أحط عليه ضغط، صرت بعصب عليه، بسوي له مشاكل بكل طريقة، بس عشان أقول ممكن يرجع، ممكن كل ما أحط عليه ضغط وأنا على حق، فلازم أحط عليه ضغط عشان يرجع لعقله ويرجع الإسلام. لأن اللي عرفته أنه هو الإسلام هو آخر الديانات، والإسلام هو الطريق الصح، وما في دين ثاني بعد الإسلام. فطبعا عندي خوف من الله، فقلت الله رح يعاقبنا، فحتى لو من ياب الكتاب المقدس في البيت قلت الله رح يعاقبنا، فلو ما انقبل الرب قلت هذا عقاب من الله، أن ريلي صار مرتد وهذا لأنه ياب الكتاب المقدس في البيت. فكل ما لي حط عليه ضغط أكثر، إن شاء الله يتغير، إن شاء الله يرجع صوابه، إن شاء الله يرجع الإسلام، لأنه ما في طريق غير الإسلام، لهذا اللي عرفته. وبعدين بشوف عادل تغير، كان عصبي على عياله، كان يطقهم، كان إذا عصب يكسر كل شيء في البيت. فالإنسان هذا تغير، فأنا حبيت التغيير اللي فيه، لكن عندي الكبرياء، لا مستحيل المسيحية غيرتها، مستحيل، يمكن تغير من حالة كذي.
فقاعد يقول لي ليلى شوفي يسوع المسيح تعامل معاي وسوالي هاي المعجزة من بعد ما صليت له، والرب تعامل معاه معجزات فعلا، واشوف هذه بعيني، لكن اقول لا 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 مستحيل، من داخلي بحس بهذا الشيء، فبس الكبرياء اللي عندي لا مستحيل ما احترم هذا الشيء. صار عندي سؤالات، طيب الاسلام وهاي الدول الاسلاميه واهلي والمسلمين والله وعقاب الشديد شو راح يسوي فينا؟ طيب هاي الدول المسلمة اللي تآمن بالإسلام والأحاديث والشيوخ اللي قاعد يقولون هذول على غلط وعادل على صح مستحيل. فطبعا هذا التساؤل وهذا صار عندي مثل الانفصام، ما أنا عارفة شنو أسوي، ما عارفة شنو أختار، هل أختار الفعل العادل عليه ولا الإسلام؟ طبعا صرت متشددة جدا بالإسلام، صرت أصلي أكثر وأصوم أكثر، أحب أرضي الله وأدعي العادل، وكل ما يمر بضيقة ولا بشدة ولا بشيء بقول عادل تعال نقرأ هاي الآيات من القرآن عشان الله ممكن ييسرها عليك وشيء، فيقول لي ليلى أنا آمن بيسوع المسيح المخلص، فيزيد غضبي أكثر عليه. فحاول عادل معي، يحاول يكلمني على المسيحية، حاول يكلمني يصلي لي، لكن أنا كنت رافضة وما أسمع أي شيء. وحتى لما رحت بالكنيسة كنت ماني فاهمة، مع أنه بلغتي لكن ما كنت فاهمة ولا شيء قاعد يقولونه، لأن أنا رايحة بهدف واحد مثل ما قلت أن أغيرهم. فطبعا انفصلنا عن بعض، كان عندنا غرفة واحدة، وعادل دائما يسميها 3-in-1، ثلاثة بواحد، غرفة صغيرة قسمتها بالنص، قلت له هذا مكانك وهذا مكاني أنا وعيالي، لا تقرب علينا ولا تكلمنا ولا تقرب على عيالك. فأنا قلت الحين ممكن عادل يعصب، ممكن يطقنا، ممكن، لكن ريال ما ولا رد ولا شيء، كان عنده سلام لأنه كان يصلي. ف قبل هذا الشيء فصار بمكانه، لكن من يروح المكانه ويقرأ الكتاب المقدس بصوت عالي عشان أنا أسمع، ويصلي بصوت عالي عشان أنا أسمع، لكن أنا كنت بشوف المعجزات فعلا وشوف التغيير اللي فيه، لكن هذا ما غيرني. يسوع المسيح هو وحده اللي يغير، لا زوجي ولا أحد يقدر يغير أي واحد، ولا زوجي حتى غيرني. فيوم من الأيام قال لي أوكي ليلى أنا حاولت معاش أكلمك على المسيحية، أنت ما أنت راضية، أصلي لك ما أنت راضية، فممكن أطلب ما عندك طلب؟ قلت له شنو أنت بتكلمني على المسيحية، تكلمني معصبة شدي. فقال لي لا أنا أبيك طلبين من الإله اللي خلقك، الإله اللي خلق السماء والأرض، الطلبين من عنده أنه يوريك الحقيقة، المسيحية ولا الإسلام، وإذا تطلبين من كل قلبك هو راح يوريك الحقيقة. أنا ما نعرف شلون قبلت هذا الشيء وقلت له أوكي. فلما رحت المكاني فعلا طلبت من كل قلبي، قلت له يا إله السماء أنت اللي خلقتني، أنا في الحين في مشكلة، ما أبي أخسر زوجي وما أبي أخسر عيالي، أبيك توريني الحقيقة، حقيقة الإسلام ولا الحقيقة، حتى ما أقول المسيحية، شوف الكبرياء وين، أقول اللي عادل عليه، أنك توريني الحقيقة وين هي. فنمت بهذه الليلة والله وراني حلم، بذاك الحلم يسوع المسيح غير قلبي. الحلم بأن أنا ميتة ويا أربع أشخاص، ما شبت أشوف شكلهم بس ما شبت ويوهم، حطوني على خشبة ويبون ياخذوني يودوني للمقبرة يدفنوني، فشايليني ويمشون طريق طويل. بهذا الطريق شفنا بركة ماي،
هاي البركة الماي أنا بشوف أنا ميتة، وطبعا لابسة ملابس الإسلامية، الحجاب والعباية الإسلامية السوداء لابستها. هذه البركة الماي صافية نقية، أول مرة أشوف ماي صافي ونقي بهذا الشكل. فيسألوني قالوا ليلى إذا حطيناك في هذه الماي راح تعيشين حياة جديدة، فهل تبين نحطك في هذا الماي؟ أنا ميتة بس ما نعرف شلون. جاوبتهم نعم. فلما وصلوا هذه البركة حطوني داخل الماي وقطصت داخل الماي وطلعت من الجهة الثانية، وهذول الأربع أشخاص اختفوا، طلعت عايشة حياة جديدة. مستغربة من هذا الشيء، لابسة ملابس أبيض بدون حجاب، فمستغربة من هذا الفرح والسلام اللي أنا فيه. شنو هذا الشعور؟ شنو هذا التغيير؟ فصحيت من النوم وأنا عندي نفس الإحساس، فرح وسلام. عمري ما اختبرت هذا الفرح والسلام. فطبعا رحت للعادل مكانه وصحيته من النوم. عادل أصحى، قال شنو؟ قلت له اقعد. قلت له أنا شفت حلم. طبعا صرفت الحلم. قال ليلى شنو تبين أكثر من كذي؟ قلت له شنو يعني؟ قال لي يسوع المسيح، الماء يرمز إلى يسوع المسيح. أنت كنت ميتة بالخطايا، إحنا كنا أموات بالخطايا من غير المسيح. فيسوع المسيح اللي هو يطهرنا من خطايانا، فأنت متي مع المسيح وقمتي مع المسيح. عطاش ملابس أبيض اللي هي خلصنا من خطايانا. الفرح والسلام هذا اللي أنت فيه بس يسوع المسيح هو يعطي هذا السلام والفرح. فأول مرة أسمع بدون ما أعارض عادل، قاعد يسولف لي أوكي كلمني أكثر. كان عندي عطش وجوع، أبي أسمع. فقلت له كلمني أكثر. قال لي أوكي أنا أكلمك الحين من البداية، من آدم وحواء هم أخطأوا، ورثنا الخطية، فمحتاجين خلاص، محتاجين المصالحة. المصالحة ما تي إلا بيسوع المسيح ودمه الكفاري اللي هو بس وحدة اللي خلصنا. فبقول أعطيني أكثر، كلمني أكثر. عادل مستغرب أنا ليش ما أعارض، لأن فعلا أنا كنت بذاك الوقت مستعدة، والرب يسوع فتح عيوني على الحقيقة. فقلت له أنا شلون أسلم حياتي للرب؟ طبعا عادل من الفرح صار يريب. فطبعا ذاك اليوم صليت وقبلت الرب كمخلص لحياتي. أم أحمد، إحنا صلينا وايد حق هذا البرنامج وبالأخير الرب استجاب، يا ترى شنو شعورك؟ صراحة أنا مستانسة وايد إن الرب استجاب أخيراً الصلاة. صلينا وايد حق هذا البرنامج إنه يكون عندنا برنامج خاص فينا حق أهالينا وشعبنا في الكويت، فأخيراً الرب استجاب هذه الصلاة، فإحنا مستانسين وايد إن راح نوصل الرسالة لكل شخص موجود في هذه المنطقة. فأنا أشكر الرب على استجابته لأنه هو ما يبخل علينا شيء، فأشكر الرب. آمين. أم أحمد، ممكن ترفعينا في الصلاة وتطلبين البركة على هذا البرنامج، وأيضا نطلب من الرب أن يفتح أذهانهم ويعرفون الحق والحق يحررهم. آمين. يا رب يسوع أنا أشكرك في هذا اليوم يا رب يسوع أنك سمحت يا رب لهذا البرنامج أنه يبدأ يا رب. أشكرك لأنك أنت راح تكمل يا رب يسوع. نعم. أن توصل هذه الرسالة يا رب لكل شخص بعيد عنك، أن يعرفك أنت الإله الحقيقي، إله المخلص يا رب يسوع اللي مت علشانهم يا رب. أنك يا رب تفتح كل الذهن يا رب يسوع من فضلك يا رب، يتعامل مع كل شخص يا رب، وتعامل مع قلبه يا رب يسوع، أنك تفتح قلبه وذهنه يا رب عشان يعرفك أنت يا رب إله الحقيقي يا رب يسوع. نشكرك وعظم اسمك يا رب، لأنك أنت فعلا تعامل مع أولادك يا رب وتجيبهم إلى شخصك العظيم يا رب يسوع، وتخلصهم يا رب يسوع من الظلام إلى نورك العظيم. أشكرك وعظم اسمك يا رب،
لك المجد يا رب يسوع من الآن والأبد. آمين آمين. بعد ما شفنا مع بعض شلون أم أحمد عرفت المسيح، خلينا نستمع ترنيمة عن التحرير في المسيح ونستانس بكلماتها اللي كتبها الأخ المبارك ناصر موسى. بصلي أن كل واحد شاركنا في هذه الحلقة يصلي ويطلب من الله أن يحرره تحرير بالكامل ويعطيه الفرح الكامل في المسيح، له كل المجد. إذا كان عندك أسئلة أو اقتراحات بخصوص برنامجنا ما تتردد أن تكتب لنا على صفحة الفيسبوك أو على الإيميل. الرب معاكم ويبارككم، إلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله. ملكه على حياتك، افتح قلبك
يسكن فيه خلاه يغير صفاتك حتى تبقى له شبيه. ملكه على حياتك افتح قلبك يسكن فيه خلاه يغير صفاتك حتى تبقى له شبيه. هو وحدنا سواه اختار المسيح حياتك لا تعيش بلا حياتك. اختار المسيح على راجع القيامة وحياة بل أمجاد. هذا وعد في كلامه لما يجي بالمعاد. على راجع القيامة وحياة بل أمجاد. هذا وعد في كلامه لما يجي بالمعاد. ياخذ أحبابه معاه اختار المسيح حياتك لا تعيش بلا حياة. لا 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 تعيش بلا حياة. اختار المسيح حياتك لا تعيش بغير.